مشاهدينا ما زلنا في تواصل مع مراسلينا، مراسلي التلفزيون المصري في شرم الشيخ بالتحديد كريم بيبرس، حيث أجرى لقاء مع سيرين مايثيام وزيرة الدولة لشؤون المياه والصرف الصحي بالسنغال. إليك كريم. كما تعلمون فإن السنغال مهتمة جدا بمشكلة المياه على المستويين المحلي والمستوى العالمي. تتذكرون أن الرئيس السنغالي ماكي سال كان من أوائل الذين ناقشوا موضوع المياه والسلام والأمن، وذلك في مجلس الأمن بالأمم المتحدة. والسنغال استقبلت في مارس 22 المؤتمر التاسع للمياه، كما أن السنغال تشارك هذا الاهتمام بالمياه مع مصر، ولذلك فإن السنغال كانت حاضرة في الثلاث اجتماعات الأخيرة لأسبوع المياه بالقاهرة. ولهذا أيضا فإن السنغال تشترك اليوم في مصر في مؤتمر 27 وتطرح مشكلة المياه بالمشاركة مع مشكلة المناخ، لأننا لدينا أزمة مياه وأيضا أزمة مناخ، ولذا فإن الاهتمام بهاتين الأزمتين تجعلنا نعيش في عالم مزدهر وأكثر تضامنا. Permettra d'avoir un monde plus prospère, plus résilient et plus solidaire. Je pense que l'initiative AWARE. أعتقد أن مبادرة مصر والتي اتخذتها أثناء التحضير لهذا المؤتمر لمؤتمر كوب 27 أثناء الأسبوع الأخير لمياه القاهرة ومبادرة إعلان دكار والاتفاق تم التوصل إليه بأمن المياه، أعتقد أنهم مبادرتين لم تتخذ فقط من جانب جمهورية مصر ولكن أيضا من جانب دول أخرى، والاتفاق الذي كان نتيجته من نتائج مؤتمر دكار تم اتخاذه أيضا من جانب المجلس الأفريقي للمياه، وسوف يتم دعمه من جانب مصر، وأعتقد أن هاتان النتيجتان التي ستجعلنا نتقدم في مجال مشكلة المياه ونستمع لصوت أفريقيا على المستوى العالمي. نعم، أعتقد أننا يجب أن نؤكد على المراحل الانتقالية على المستوى البيئي وعلى مستوى مشكلة المياه. أعتقد أن كل دولة لها مجهودها في مجال التنمية ومشكلة الطاقة الخاصة بالوقود الأحفوري، هي مشاكل تم معالجتها وذلك عن طريق مرحلة انتقالية تمكن دول القارة الأفريقية من تأمين التنمية، وفي نفس الوقت تتعهد القارة الأفريقية بالوفاء بالطاقة الخضراء. وفيما يتعلق بمشكلة المياه فإن أفريقيا جميع موارد المياه التي لدينا وأيضا التنمية الخاصة بالزراعة، ذلك كله من أجل الوصول إلى طاقة نظيفة.